موجودة. أغيثونا ولا تغلقوا ملاذنا الوحيد بالإعانة والطبابة، هي صرخة أطلقها مئات النازحين السوريين المقيمين في منطقة وادي خالد للمطالبة بالتراجع عن قرار إقفال مركز العيادات الطبية النموذجية للنازحين السوريين الممولة من دولة قطر، مركز قدم الخدمات الصحية مجانا لأكثر من 35 ألف نازح على مدى عامين وشكل صمام أمان لهم على الصعيدين الصحي والإنساني. توقف المستوصف نتبادل كلياتنا، أنا عندي أطفال ولحظة شوي لفرجيك إياهم، عندي 5 احفادي اولادي، هذول باخذ لهم حليب، باخذ لهم دواء، باخذ عليهم حفوضات لاولادي، لاولاد ابني. انا اذا رايح هذا المستوصف منين بدي اروح اجيب؟ ما في مستوصف بالمنطقه كلها. انا عندي 6 اولاد عم نتحكم على هذا المركز، نتمنى انه يدعموا مو يسكروا. لقصير وسوريا وكل سوريا عم تجي على هذا المركز وتتحكم وتتعالج. نرى في اقرار اقفال هذا المركز غاية من الخطورة على مجمل الأوضاع الصحية في هذه المنطقة، وأننا نتخوف من فوضى عارمة إذا أقفل هذا المركز، ذلك أن المؤسسات الصحية الحكومية اللبنانية بالكاد تستطيع تأمين الرعاية الصحية للبنانيين. إذن الأمال معلقة على استمرار عمل هذا المركز، وإقفاله سيؤدي حتما إلى مأساة حقيقية بحق آلاف النازحين في منطقة وادي خالد التي ستقف عاجزة عن تحمل هذا العبء الثقيل.